الحمد لله الذي رفع بالعلم وأهل العلم درجات، والذي أمد إلينا الظل كي نستظل، وأرسل إلينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا نضل. إني عصيت إن شاء عذبني، لكنه بجميل الستر غطاني، أعصاه يسترني أنساه يذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. قالوا تسل عن هذا الدين، قلت بمن كيف التسلي والأحشاء نيراني. إن التسلي في مذهبنا حرام، وكيف أرضى لنفس الكفر بعد إيماني. شارب الخمر يفيق من سكرته، وشارب حب الإله يعيش العمر سكرانه. صلاة وسلاما على معلم البشرية جمعاء، الصادق الوعد الأمين، حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعلنت السماء خبر وفاته وهو على قيد الحياة حي يرزق. وعندما استمع إلى هذا الخبر وقرأ هذا الخبر لم يلطم خدا ولم يشق جيبا، حينما نزل الخبر إنك ميت وإنهم ميتون، قام وتوضأ وصلى ركعتين خفيفتين، فقال مرحبا بلقاء الله عاجلا أو آجلا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا معلم البشرية جمعاء، يا من أرسلك الحق جل وعلا للخليقة هادية وعن المنكر ناهية وللمعروف آمرا ولكتابك تاليا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بقناة الحافظ الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة التي ودعت الدنيا بأسرها، قال فيها ربي كل متاع الدنيا قليل. فعادت الروح إلى باريها إلى عنان السماء، وعاد الجسد ليركض بين أطباق الثرى، مصداقا لقول ربي عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أيها الإخوة المؤمنون، ليعلم الجميع أننا جميعا ضيوف على ظهر هذه الأرض، وما دمنا ضيوف فلا بد للضيف أن تنتهي إقامته من على قيد الحياة، فكلنا راحلون بمشيئة الله تبارك وتعالى. فماذا أعددت للقاء ربك عز وجل؟ وكما قال القائل كيف تشكو لربك ما لا يخفى عليه، قلت إن ربي يرضى بذل العبد إليه. والليل مهما طال لا بد له من نهار يطفيه، والزرع مهما طال لا بد له من ماء يرويه، وابن آدم مهما عاش لا بد له من موت يفنيه. أيها الإخوة المؤمنون، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وسفير قراء مصر الدائم في أنحاء العالم أجمع، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة، فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة القرآنية المباركة لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يرون
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ولقد كرمنا
يوم ندعو كل أناس يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو يوم ندعو كل أناس بإمامهم
وإذا لك تقدوك قليلا إذا لا تقنا تضعف الحياة وضعف الممات إذا لا تقنا تضعف الحياة سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا قد أرسلنا قبلك ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة أقم الصلاة
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل Yeah.
وإذا أنعمنا
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم عدد من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. تتقدم الأسرة الكريمة وجميع
الأسرة الكريمة وخاصة الحاج جمعة أبو علي وحده وطوعة والأستاذ سعيد جمعة علي وحده مدير البنك الأهلي في قاقوس الأستاذ الدكتور عادل عبادة وجميع عائلات أبو عزيز بخالص الشكر والتقدير كما يتقدم الأستاذ المهندس صبري الشاهد بخالص الشكر والتقدير والعزاء إلى الأسرة الكريمة وأشكر باسم مصرابق المقام إحدى مخازن أولاد تنين بلهية مهندس صوتية والإنارة حق أحمد لطف العطار بلهية ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم أن جاء عبد الله بن مكتوم وكان كفيف البصر إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اليوم نزلت آية من القرآن وربما قلبي يحدث فيه شيء لأن ربي يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وأنا أعمى في هذه الدنيا أخاف أن أكون أعمى يوم القيامة لأن ربي جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري فإنا له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلا وتتدخل العناية الإلهية وتتدخل الأخبار السماوية ويدل جبريل بقول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إخوة الإيمان والإسلام ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة التي رحلت إلى الله عز وجل في أحب الأيام وهي أيام الانتقال العجيب من بلد إلى بلد ومن موضع إلى موضع راجين رحمة المولى عز وجل ويخافون عذابه الكل يقع بجواره هناك ليس هناك فرق بين أبيض ولا أسود ولا عالم ولا جاهل ولا رئيس ولا مرؤوس الكل يرتدي ثيابا واحدا والكل في لحظات يتجلى الله عليهم جميعا هذا يناجي ربه باللغة العربية والآخر يناجي ربه باللغة الإنجليزية وإن تعددت الألسنة فإنهم يناجون إلها واحد وهو الله رب العالمين تركوا الأهل والأوطان يرجون رحمته ويخافون عذابه وكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو ينتقل من مشعر إلى مشعر والصحابة من حوله كالنجوم وكأني أنظر عن يميني فأرى ابن عباس يقف على بئر زمزم فيقول وهو يشرب من ماء زمزم ويمسح به جبينه ويقول اللهم إنني قد سمعت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول ماء زمزم لما شرب له فأسألك أن تعطيني عطش يوم القيامة يا أرحم الراحمين ولما سئل ابن عباس حينما فقد بصره على أي يوم تبكي في حياته قال أبكي على يوم لم أحج فيه بيت الله الحرام سيرا على الأقدام لأن ربي يقول وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق هذه لحظات يتجلى الله تبارك وتعالى فيها على عباده ويتباهى أمام الملائكة يا ملائكة انظروا إلى عبادي ويتباهى بهم وهم يرتدون ثيابا واحدا وهم يرجون رحمة المولى تبارك وتعالى ويخافون عذابه إخوة الإيمان والإسلام كما قلت لحضراتكم تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء انت في